الصحيه بعد الحادث اللي صرا له. كان احنا اللي جوا لازم علينا باسكو لاكوب ما يقول لك تاع اللاعبين ماشي تاع المدرب ماشي تاع الاخر. دخلوا ناصر حسين داي حارين علينا داروا بون برومي ميطو اللي سهل لهم باش دخلوا في المقابله وتفوقوا اللي نهنيهم مره اخرى ثاني على هذا الفوز. واش كان قاسم الحراش اليوم في المباراه؟ كيما ما على باليش باسكو لي زونترينور هما اللي جيو واش كان خاص فريق تاع الحراش. لي زونترينور اللي شافوا المقابله اللي كانوا على بالهم واش كان خاص. والله ما قدرت باسكو المقابله ما انا في روحي لو كان نعاود نشوفها مانيش حاب كاع نعاود نشوف هذه المقابله نسيو ننساو هذه المقابله ونطاميو الشامبيونه ديالنا ان شاء الله. شفنا ان شاء الله الاحرام سيبورتور كيما هادو روحهم بيان سور بيان سور بيان سور الانصار دوكا واش يقولوا عندهم الحق باسكو هما اللي سوفروا هما اللي جاوا مصباح ربي كيما كنا نسمعوا كانوا هنا عندهم 3 ايام ولا 4 ايام ويوجدوا في المقابله. نطلب منهم السماح كيما يقول لك مني ومن كاع اللاعبين انا الاولاني اللي معليش طيح فيا كلش انايا الاولاني باش يلحقوا اللاعبين ان شاء الله. سؤال اخير اليوم راح تتفرغوا البطوله بعد اقصاء الكاس الجمهوريه من دون حاجه فروغ منها حاجه فروغ منها دوك فريق اتحاد الحراش عيب نقول بلي يلعب على المانتيا بصح ما ديماريناش مليح مي بصح كاين بوسيبيليتي مازال شامبيونه هذا ورانا في ديبي تاع الشامبيونه ان شاء الله بتضافر الجهود نحققوا النتائج اللي يرضيوا الانصار ويرضيوا كاع الاداره. زير تيوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.